لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ونبدأ مع أهم العناوين بعد هذا الفاصل. في موقع الهيئة نت، في هجوم مسلح مقتل 8 من عناصر الشرطة شرقية تكريت. في صحيفة المدى، داعش يصعد عمليات الاصطياد الفردي على أطراف المدن المحررة. في موقع كتابات، بغداد تؤكد إعدام داعش 8 من أفراد شرطتها. في موقع الجزيرة نت، مئات آلاف الشباب بأمريكا ضد انتشار السلاح. في صحيفة العربية الجديد، استنفار أمني بعد إعدام داعش جنودا عراقيين. في صحيفة القدس العربي، أحمد نجاد لخامنئي، القضاء يقيد حرية التعبير في إيران. وفي صحيفة الحياة، محكمة مصرية تلغي حكما جديدا بحق مبارك. السلام عليكم. الانتخاب خيار، والخيار يعني تقرير المصير. وفي السلوك الانتخابي يختار الناخب من يمثله، بمعنى يعبر عن إرادته وما يساهم بتحقيق ورعاية مصالحه. ومن الواضح أن في بعض المجتمعات يتحقق انتخاب لقوائم وحالات مبهمة تتمخض عن أشخاص لا يمتون بصلة إلى الناخب بسلوكهم وقراراتهم وما يعنيهم سوى العمل للاستحواذ على أكبر ما يمكنهم من الامتيازات والثروات والأموال والممتلكات، ويعملون لتشريعها ووضعها في قوانين مجحفة لإشباع رغباتهم المفلوتة النزقة التي لا تعترف إلا بما تتمكن منه بقدرات وآليات الفساد والإفساد العظيم. هكذا يصف الكاتب صادق السامرائي المرشحين في العراق في مقال له في موقع كتابات. وهؤلاء المنتخبون ما هم إلا أعداء للشعب ولا يمثلونه، بل يمثلون مصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية، ولا يعنيهم الوطن لا من قريب ولا من بعيد. فالوطن عندهم كرسي يدر مالا ويبيض ذهبا وينضح عسلا لذيذا طيبا، يحسب رزقا من رب الهوى والغرائز والرغبات الجموحة الأمارة بالمزيد من الأطماع واللذائذ والمتع الفاخرات، والأواني تنضح بما فيها. وما يبدو على ساحة بعض المجتمعات من الوجوه المنتخبة أنها فارغة وطائشة وجاهلة، وتدين بالتبعية والإذعانية لأربابها المتنوعة والتي تريدها أن تخدم مصالحها وحسب. والذي لا يحقق مصالح سيده الكبير يرمى في سلال المهملات الكبيرة والصغيرة، أما إذا تحقق ما يخدم الناس وينفع المجتمع فإن ذلك تجاوز للخطوط الحمراء التي تستدعي ألعابا دامية تؤدي إلى تصارعات قاسية ما بين أبناء المجتمع الواحد. وعندما تتم الدعوة للانتخاب تطفو على السطح ذات الوجوه التي تقدح عيونها بالسوء والبغضاء والكراهية والعدوانية والحقد والهوان والمذلة. ولهذا لن تجد برنامجا أو صوتا وطنيا وعربيا ودعوة للأخوة واللحمة الوطنية، ولن تجد إلا التأجيج الطائفي والفئوي المقيت الذي يستهدف المجتمع ويسعى لشرذمته وتقديده إربا إربا. وبهذا فقط يفلح الفاسدون ويمتطون صهوة المآسي العامرات بالمساوئ الجسام. فهل سينتخبون الذين يسيئون وجوههم، أم الذين سيمنحونها قسمات القوة والكرامة والقدرة على الحياة الحرة الشريفة الكريمة التي تليق بالإنسان؟
المستشار الذي أشار على رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن يوجه إلى الشعب الكردي كلمة تهنئة بعيده القومي نوروز باللغة الكردية، أهو غبي أم أنه واع تماما وأراد لغرض في نفس يعقوب توريط العبادي وإضحاك الناس عليه؟ بدأ السيد العبادي وهو يلقي كلمة التهنئة شديدة القصر مثل طالب في صف لمحو الأمية، يتهجى الكلمات تهجياً على طريقة راشد يزرع، وما كان رئيس الوزراء في حاجة إلى هذا أبداً ومطلقاً بحسب الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى. ربما كان السيد العبادي واقعاً تحت شعور بأنه قد أخطأ في السياسة التي انتهجها لمواجهة قضية الاستفتاء في إقليم كردستان على حق تقرير المصير في أيلول الماضي، وهو أخطأ بالفعل عندما عمد إلى سياسة تقوم على معاقبة شعب الإقليم بأجمعه فيما كان عليه وهو رئيس وزراء العراق كله أن يتحلى بقدر أكبر من الحكمة وإعمال العقل والتفكر في خبرة التاريخ وعبرته ودروسه، إذ لم ينجح أي ملك أو رئيس أو رئيس وزراء أو حاكم عسكري في فرض ما يريد بالقوة الغاشمة عسكرية كانت أم اقتصادية أم سياسية على الشعب الكردي وعموم الشعوب. كان عليه أن يصبر ويتحمل ويطرق خيارات عديدة، لكن ليس بينها خيار العقاب الجماعي، أي كان عليه أن يكون بمثل ما يتعين أن يكون عليه رجل الدولة الأول، وإلا ما توجب عليه أن يسعى ليتولى منصب رئيس الوزراء أو يقبل بالتكليف بهذا المنصب. حتى لو لم يكن لدى السيد العبادي قرار آخر ليتخذه الآن، فإن تهنئة بالنوروز مكتوبة وملقاة باللغة العربية كانت ستؤدي الغرض تماما، وأفترض أنها كانت ستلقى القبول المطلوب لدى الكرد الذين يعرفون العربية وأيضا لدى أقرانهم ممن لا يفهمون العربية، لكنهم لن يعدموا من يترجمها لهم في الحال أو حتى بعد حين. أما كلمة محو الأمية التي ألقاها السيد العبادي فربما كانت لها فضيلة واحدة، هو أنها جعلت البعض يقابل بالضحك المشهد الساخر المعروض تلفزيونياً. ينهي البرلمان العراقي دورته الثالثة ليختتم كما هو مفترض 12 عاماً من العمل البرلماني المتراكم، كما يختتم موسماً آخر من القراءات الانتقائية للدستور العراقي والقوانين التي فرضها، ومع أن الكثير من نصوص الدستور وآليات التعديل عليه شهدت مسجلات وطعوناً واجتهادات طوال سنوات، فإن عدم نجاح البرلمانات المتعاقبة في إقرار قوانين ذات طابع تأسيسي استمر موضع تساؤل بحسب الكاتب مشرق عباس في صحيفة الحياة. فمن جهة ساهم غياب القوانين الحاكمة في انفلات خطابات الكراهية العنصرية والطائفية والإرهابية ليكون السياسيون العراقيون أبرز المتداولين لها، ومن جهة أخرى تم التعامل مع قضية البعث كمحصل وحيد انتقائي وسياسي للنص الدستوري فيما أهمل جوهر النص. المادة 22 حتمت على الدولة تكفل حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، لكن البرلمان عجز عن إقرار هذا القانون لأنه لم يتمكن من ضمان اعتاق النقابات من سطوة الدولة ومؤسساتها، كما الحال في أزمة نقابة الصحفيين. الغرفة التشريعية الثانية التي فرضها الدستور في المادة 56 كانت مجلس الاتحاد ويضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات، والمجلس من المفترض أن يحل أزمة التمثيل المكوناتي والمناطقي ويضمن عدم تصادم حقوق المحافظات والأقاليم مع حقوق السلطة الاتحادية، وهو التصادم الذي كاد في مناسبات مختلفة أن يطيح بوحدة البلاد. ويضيف الكاتب الوزارات العراقية والهيئات والمؤسسات المختلفة التابعة للدولة يجب أن يعمل كل منها بقانون بحسب المادة 86، لكن وزارات كثيرة ومؤسسات لم تجد قانونها بعد 3 دورات برلمانية، بل إن البرلمان عجز عن تمرير قانون المحكمة الاتحادية الذي فرضته المادة 92 من الدستور،
والحال ينطبق أو تنطبق على المادة 106 التي فرضت إقرار قانون تتشكل بموجبه هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات. ليس بجديد إذا قلنا إن انتشار الأسلحة في العراق بات يشكل خطر كبير على استقرار المجتمع، وأنها السبب الرئيس وراء ارتفاع معدلات الجريمة والعنف. ومهما تعددت أسباب هذه الظاهرة وبحثت حلولها في المراكز المتخصصة، يبقى السبب الرئيس هو عدم إمكانية الدولة لاتخاذ موقف جدي للحد منها، بل هي من يقف وراء انتشارها وظاهرة التسلح في العراق وتأثيرها على حالة عدم الاستقرار، حظيت باهتمام باحثين في معهد الدراسات الدولية في جنيف، وخلصت دراسة أعدها المعهد إلى أن إطاحة قوات التحالف الدولي للنظام السابق أدت إلى انتقال أكثر من 8 ملايين قطعة من السلاح الخفيف إلى أيدي أفراد عاديين في العراق، أي بنحو 30 قطعة سلاح ناري لكل 100 مدني عراقي، بحسب مقال للكاتبة زينب فخري في صحيفة الزمان العراقية. فيما يرى الكثير من الباحثين أن السبب الرئيس هو ارتخاء القوانين الرادعة لتداول السلاح، مما أنعش بورصة الأسلحة وخلق سماسرة مختصين بهذه التجارة، ووجودهم في العراق بات أمراً واضحاً بالنسبة للحكومة العراقية، إلا أنها عاجزة عن اتخاذ أي موقف إزاء هذا الأمر. ويمكننا القول بصراحة أكثر أن بعض تجار السلاح يقف خلفهم ساسة، بل أن بعض المسؤولين يشجعون على انتشار الأسلحة بقصد أو بدون قصد، كقيامهم بتوزيع مسدسات كهدايا للمواطنين، وبنظرة خاطفة وسريعة لعدد الإجازات التي تمنحها وزارة الداخلية هو خير دليل على ما نقول. كما لا يخفى على الكثيرين أن استعمال الأسلحة في العراق لا يقتصر على العنف أو للدفاع عن النفس، بل تستخدم في المناسبات والاحتفالات، وعند فوز منتخب العراق في مباريات لكرة القدم وفي الأعراس، فضلا عن أن الكثير من رجال الأمن يستخدمون أسلحة الدولة في المناسبات، وأحيانا تستخدم لارتكاب جرائم سطو وسرقة وقتل بدوافع الثأر والتصفيات. يعني خلاصة القول، تتحمل الدولة مسؤولية انتشار الأسلحة في العراق وتنامي العنف في المجتمع، ويتمثل ذلك أولاً بعدم وجود إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة، وعدم ملاحقة ومعاقبة مطلقي العيارات في المناسبات كفوز المنتخب، وثانياً بعجز أجهزتها الأمنية عن تنفيذ القوانين بحق المخالفين من العشائر والمسؤولين، والنزاعات العشائرية في البصرة خير شاهد على ذلك، وثالثا بقيام وزارة الداخلية بمنح إجازات للأسلحة لكل من هب ودب. سياسي ودبلوماسي ومحام أمريكي يعتبر من صقور اليمين المحافظ في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد رموز السياسة المتشددة حيال عدد من الملفات الخارجية، ناضل من أجل غزو العراق ودعا إلى ضرب إيران وتقويض الأمم المتحدة. وصفته إحدى الصحف البريطانية بأنه متشدد ومستفز ووقح ومنفلت، عينه ترامب في مارس آذار عام 2018 مستشارا للأمن القومي، كما جاء في تقرير موسع في موقع الجزيرة نت. ونشر موقع ميدل إيست آي تقريراً عن أشهر التصريحات لبولتون وأشهر ما قيل عنه، ومنها أنه قال في عام 1994 عن الأمم المتحدة: لا توجد أمم متحدة، هناك مجتمع دولي يمكن قيادته من وقت لآخر بالقوة الوحيدة الحقيقية المتبقية في العالم، وهي الولايات المتحدة، وذلك كلما تناسب هذا الدور مع المصالح الأمريكية، وكلما استطعنا جعل الآخرين يسيرون معنا. وعن إصلاح الأمم المتحدة قال: لو كلفت بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي لخفضت عدد الدول دائمة العضوية إلى واحدة فقط، وهي أمريكا،
لأن ذلك هو التعبير الحقيقي عن ميزان القوة في العالم. وعن الاتفاق النووي مع إيران قال إنه أسوأ عمل للترضية في تاريخ أمريكا، وإن الشيء الوحيد الذي سيوقف إيران من الحصول على سلاح نووي هو تغيير النظام في طهران. وقال عنه كريستوفر بريبل نائب رئيس فريق معهد كاتو للأبحاث الأمريكي: أعتقد أنني سأكون مرتاحا لو كان بولتون صائد كلاب ببلدة ستون ماونتن بولاية جورجيا. يعتبر بولتون أحد أبرز الصقور المحافظين في إدارات أمريكية متعاقبة، وصفه أحد المواقع البريطانية بأنه يميني متشدد ومستفز ووقح ومنفلت، ومتهم بأنه كان من المتلاعبين في أسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق، وداعية إلى غزو العراق بقرار أمريكي منفرد. ووصفته صحيفة الواشنطن بوست بالمتعصب والمتشدد والمتوحش الذي أرهب محللي الاستخبارات ودفعهم إلى اصطناع أدلة على أن كوبا تطور برنامج لحرب بيولوجية، وأن العراق يطور أسلحة دمار شامل. وأضافت أن ما يفتقده بولتون من كفاءة ومهنية يعوضه بتطرفه الأيديولوجي. عرض حزب الله عبر أمينه العام حسن نصر الله برنامجه الانتخابي، تصرف كأنه حزب عادي وطبيعي لا علاقة له بسلاح ذي دور إقليمي موجه إلى صدور اللبنانيين، بل بمطالب المواطنين الطامحين إلى أن يكون بلدهم أفضل، كذلك ظروف حياتهم. لا اعتراض على ما طرحه الحزب، لكن السؤال: هل يستطيع أن يكون حزبا لبنانيا يهتم برفاه الشعب اللبناني ومستقبله ومستقبل الشباب في البلد، بدل أن يكون الشاب اللبناني وقودا في حرب تدور رحاها في سوريا وغير سوريا؟ سؤال يطرحه الكاتب خير الله خير الله في مقال له بصحيفة العرب اللندنية. ما الحاجة إذن إلى برنامج انتخابي وما شابه ذلك، ما دام الحزب يستطيع تعطيل مجلس النواب إلى أن ينتخب رئيسا للجمهورية؟ هو الشخص الذي رشحه الحزب، وضع الحزب البلد أمام الفراغ الرئاسي، وضعه عمليا بين خيارين: الفراغ أو مرشح الحزب. وهذا جعل اللبنانيين الحريصين على بلدهم وعلى مؤسسات الدولة يقبلون ما قرره الحزب. أخطر ما في الأمر يتمثل في نجاح الحزب في وضع قاعدة جديدة لا علاقة لها بالديمقراطية لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وهو الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة كلها الممتدة من إندونيسيا إلى شمال إفريقيا. على الرغم من ذلك كله، يشكل طرح الحزب لبرنامج انتخابي حدثا في حد ذاته بالنسبة إلى فريق لا يؤمن بلبنان، فريق يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من المشروع التوسعي الإيراني الذي يقوم على الاستثمار في الغرائز المذهبية والبحث عن مبررات كي تبقى الدولة اللبنانية أسيرة السلاح غير الشرعي، هذا السلاح الذي فرض نفسه على البلد فرضا في العام 1969 لدى التوصل إلى اتفاق مشؤوم اسمه اتفاق القاهرة. باختصار شديد، لا معنى لأي برنامج انتخابي ما دام لبنان يعاني من سلاح غير شرعي لا علاقة له من قريب أو بعيد بمصلحة البلد والمواطن العادي الطامح إلى أن يضمن مستقبلا لأولاده في لبنان في ظل سلاح حزب الله الذي يريد تحرير فلسطين انطلاقا من لبنان، والذي يرى في القصير أو هذه البلدة السورية أو تلك الطريق الأقصر إلى القدس. لا تعود حاجة إلى برنامج انتخابي من أي نوع المضحك المبكي. إن حزب الله تطرق في برنامجه الانتخابي إلى كيفية عمل مؤسسات الدولة وإلى ضرورة مراعاة الشفافية عندما يكون لبنان دويلة في دولة حزب الله. كشف مؤخرا فائدة لحراشف السمك، إذ يمكن أن تعالج أنواعا كثيرة من الجروح والحروق، وكذلك على يد فريق من العلماء بقيادة كيليا تشونغ.
وأثبت العلماء فعالية الكولاجين المستخرج من حراشف السمك في تحفيز نمو الأوعية الدموية والليمفاوية بعد إصابتها بجروح، ويعتقدون بأن هذا الكولاجين يساعد على شفاء الجروح والحروق بشكل أسرع من المستحضرات الطبية الأخرى، ويعجل في تجديد واستعادة الأنسجة الجلدية لحيويتها السابقة. ويعتبر الباحثون أن المواد العلاجية المستخرجة من الأسماك أكثر أمناً من جميع المواد المستخدمة في ضمادات الجروح والحروق المستخرجة من جلد الأبقار وغيرها من المواشي بسبب خطر انتقال بعض الأمراض منها إلى البشر. ذكر تقرير علمي أن جزيرة غريت باسيفيك غاربيج باتش، وهي جزيرة عائمة من النفايات البلاستيكية وغيرها من الملوثات في شمال المحيط الهادئ، أكبر بكثير من التقديرات السابقة لها، وأن حجمها يزداد بالطراد. وبحسب التقرير ذاته، تطفو أكثر من 79 ألف طن من البلاستيك داخل بقعة مترامية الأطراف في منطقة تغطي 1,600,000 كيلومتر مربع، طبقا لدراسة نشرتها مجلة ساينتيفيك ريبورتس ونقلتها الجزيرة نت. وأوضحت الدراسة أن حجم بقعة النفايات في المحيط الهادئ، وهي أكبر 4 مرات من حجم ألمانيا، يزيد أكثر من 16 مرة مما تم تقديره سابقا بحسب بيانات من مسحين بحري وجوي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.